إذا لقيتوا إنه الباب ساك سهل راح تلاقوا دوم بيس اوف كيك لأن الدوم راح تبقى جاهز بيجي معه ميثودز يوز الميثودز وبتعمل كل الأشياء عشان تسأل الدوم زميلكم الله يرضى عليه أعطانا نزلناه عن طريق عمل راوتر على جهازه فخلاص إنه بنزل الدوم بنزل ال بتتأخر الإضاءة ولا بحيث بالعكس هيك الحين بدل الكاميرا هيك بدل الكاميرا؟ عن جد كثير تمزح من هون شيء خلص بس ما هو بتخلص الكاميرا بس يمكن تبقي شايف أحسن من الإضاءة تبقي شايف؟ طب بتفتح الشبابيك مثلا تدخل ضوء ولا بتأخر الإضاءة التصوير بس منها مش ضوء بس هيك هيك بس بتطلع اللي فوق هذا نص ايش بصير اللوحه او ما اول بس عم تطلع يعني طب بتطور اخراني مثلا دور في اضاءه بس خفيفه ورا الزول بالعكس هيك ارحم صح بعد راح تلاقوا انه نفس الدوم الانستليشن سهل جدا ضروره باكس بنسوي اتش تي ام ال دوكيومنتيشن على الدوم اذا حابب تعمل الدوم وبعمل لك الانستليشن لحاله سو ات شود بي سيت فورورد حالاتكم بيوتكم عندكم بشخص البروكسي سو اي ثينك يو يور سيك يعني وين ما فكرت لكم هربتوا انت الدي ام لا والله بس كان في ازمه اوكي لسه ما حكينا لسه كلمتين زي البارل ساكس بالاخر بيجي مع شو اسمه بيجي مع ميثودز and you just call the method الحلو بالدوم في methods to get في methods to set you might read an element change the element or change the محتوى and set it back okay so you can get tag name هي name of the element okay get attribute name is the basic attribute set attribute name يعني تعطي كل attribute قيمة جديدة مثلا okay كل هذا على السيبان بعثت لكم السيبان على الريتاج حكيت لكم عنه سيبان وفورس وما حكيت ليش او هذه مستيك اون ماي بيهاف لازم كلكم تجربوا تروحوا على www.cpan.org هي كومبريهنسيف بيرلز كيف عملت؟ ولا عمري بتذكر البالي حكيت عنه عشان كده بعته بالريتاج بتعرف الحكي بروح بالاخر بلاش موثق فدائما بحب يعني اشي موثق على الكتاب عشان الطلاب بدهم يرجعوا له. اوكي. Anyways, I don't want to go, the list is accessible by the way. رح تلاقوا في كثير ميثودز. اوكي. بس again زي البير ساكس الميثودز هذه you can call to set or to get. رح اقول لكم example انا على الجاهز. بير سكريبت مكون من 10 اسطر بقرا وبغير وبعمل سيتنج. فيش احلى من كده. الاكزامبل هيو كود صغير تسدد طبعا تحط الاول يوز اكس ام ال دوم اوكي اذروايز طبعا عندك مشكله بعدين يو كريت ا فاريبل اسمه بارسر البارسر هو عباره عن دوم بارسر يو اكس ام ال دوم بارسر اوكي بعدين بيرسيفمنت عشان يجيب لك التري يعمل لك الدوم تري تقول له فاريبل اسم فاريبل سميها دوك البارسر في له ميثود اسمه بارسر فايل بارس فايل تعطي اسمه فايل هو لما بيقرا الاكس ام ال فايل هلا هون حاولت اخذ انا بصراحه فايل صغير شوي فايل صغير شوي لانه اذا فايل كبير وشلت لك الاوبجيكتس والعلاقات بيناتهم وبتعمل نافيجيشن بيناتهم فبيطلع الحجم كثير كبير سو فرجت فايل صغير اسمه ايوه اظن حجمه 4 او 5 ميجا اوكي متى ما اعمل له هيك بعمل ماسكل للباس فايل بخلي التري خلص التري عندك جاهز صار اوكي عشان هيك بتلاحظوا بعمل بوز حسب حجم الفايل 10 ثواني 20 ثانيه 30 ثانيه لحتى يقرا كل الاكس ام ال فايل اوكي هذا شو بقول له دخلت الاكس ام ال فايل هلا بقول له جيب لي بدي دوكيمنت جيب لي الالمنت اللي اسمها برودكت اوكي بجيب الالمنت اللي اسمها برودكت بقول له شوف لي طولها جت لين زي السي لاحظوا سيم كل هذه الميثودز معرفه انا بس الميثودز معرفه بالموديول اوكي
بعدين قلت له اعمل لي اعمل لي الفلي على كل ما هو جاب لك اللين عدد البرودكت ما فيش الا برودكت واحد فهي سهله اوكي بس عدد كان 50 برودكت اللين بيكون 50 وبعمل فور لوب عليهم عشان يجيب لي من كل الاليمنت بقول له جيب لي الايتم الاي اول مره بكون ايتم 0 ايتم 1 ايتم 2 اللي هي يعني برودكت 1 برودكت 2 برودكت 3 اوكي وبدي جيب لي من كل واحد جيب لي الاتريبيوت اي دي ورجع لي قيمتها اوكي وبقول له برنت الفاليو عشان يعني يطبع لي الفاليو تبعها راح اعمل لكم ران الها وبعدين راح اعمل لكم او يمكن بقدر اغير اسم البرودكت على طريق السيت فاليو It's a method يعني بجيب لي كل الالمنتس اللي اسمهم تاج يعني كل اللي فيه مش عندك يعني بكرادك بيرا لك اياهم بيراهم وبرجع لك عددهم فهو بياخذ لك بجيب لك اياهم كلهم بالتري اوكي وبجيب لك عددهم بتعمل لوب عليهم اوكي هلا لسه ابسط من هيك افرض انا بديش اعمل ولا شيء بدي اقرا الدوكيمنت واطبعها يعني بدي اعمل احط كومنت على كل هذا في احلى من هيك بس بدي اقول له اطبعها اوكي هلا عشان اطبعها بقدر اقول له اطبع لي اياها برنت تو فايل يعني اقراها واطبعها على فايل بلاد الميثود برنت تو فايل برجع لي اياها اكس ام ال مش جاهز You know, it's a methods that you need عشان تطلع لك اياهم. او اذا بدكش تعال لسه انا بدي نستخدم ابسط من هيك. بديش يطبع لي اياها بفايل، بدي اقول له اطبع لي اياها على الشاشه. عشان اطبع لي على الشاشه بلاقي دوك مش عامل لي اياها باسر. بقول له برنت دوك تو سترينج، برنت ميثود تو سترينج. بتطبع لي اياها على الشاشه، بعدين بقول له دوك ديسبوز. ديسبوز هي اخذته بالسيكول بالفري، فري ميموري. اوكي؟ ديسبوز يعني فري للميموري. لانه هلا اوكي انا هون خلصت السكريبت وفيش داعي اعمل سبوز لانه السكريبت لما بيطلع هو لحاله عم فري بس بدي اتخيل انه هذا ممكن يكون جزء من كود اكبر ممكن لسه في تتمه وانت خلصت من التري فيش داعي اضل حاجز الميموري لانه بتاخذ حاجز الميموري كبير خلينا نعمل خبره في البدايه لاحظ يوز اخلق الاوبجكت بارسر وبارسر فايل واطبع وروح بس ولا شيء ثاني عشان اعمل ران وعشان ما تاخذش وقت طويل وبالاخر تضيع الفكره خلقت فايل صغير حجمه هي 3 ميجا اول واحد هذا اوبن اوكي فيو نسخه البرودكت بالذات لاحظوا في تاج اول البرودكت له اتريبيوت اي دي وفيرجن وكونفيج نيم وكل واحد له اسم هذا الاي دي تبعه اسمه التالي وفي غيره البرودكت اكشلي ما في معلومات ثانيه بتخص السمي برودكت على الاخر احنا ما بدنا نروح عليها هلا اذا بجي اعمل له رن بقول له بيرل تيست اوكي خلينا نعمل كليك بس عشان تشوفوا كليك بيرل تيست اوكي هلا شو قلت له يعمل طلع على الكود وين راح الكود تست بس قلت له اقراها بار اطبعها سيب ولا شيء لا عملت كومنت لا عملت له كومنت مش راح سيب الفايل حتى قلت له بس اطبع لي على الشاشه اعمل سيب الفايل بعد ما عملت ابديت على الفايل اه هلا انا عملت ابديت على الفايل بدي اعمله هلا بدي اقرا الكود اقرا الفايل هي هون واطبعه على الشاشه فقط واروح بالديسبوز nothing much okay فهمت لاحظوا باخذ وقت شو اللي عم يصير هلا عم ببني التري ببني العلاقه بالاباء بالابناء بالاحفاد and so on فبتاخذ وقت لاحظوا بعدين بدك تطلع اوكي ولا ايش عم يصير اذا بوريك الفايل الاصلي وهذا حتى نفس الحجم اللي حيطلع خليه يخلص هل يخلص هلا بعمل سبوز لاحظ الفري بتاخذ وقت اللي باخذ مال كثير مع انه كله فايل 3 ميج مش شيء كثير 3 ميج ونص هلا الطريقه الثانيه انه بدي انا اعمل بارس لفايل وبدي اطبعه على الشاشه اوكي بدي اطبعه جوا فايل اوت دوت اكس ام ال
هو بلاش اقعد اسمي ايش اسم جديد كوبي انتر. هلا مش رح اطلعه هلا بطلع ماله الوقت بروح اغلبه ببناء التري وبعدين بسوي مش رح اطلع شيء عمليه الا انه رح اخلص بس هلا خلص هلا روح افتح فايل اسمه كوكو كوكو رح اكسب الهيو قديش تاريخ 56 مضبوط رايت كليك افتح هون النوت باد اوكي نفس الكونتنت اوكي اذا بس بتروح بتقارن الحجم موست بروبلي يكون نفس الحجم يعني حجمه هذا قديش 3 5 8 7 والفايل الاصلي 3 6 9 بروبلي سبيسز خلي بس اشوف عدد الاسطر بالكوب ويلد اكس ام ال عدد الاسطر 40,036 وبالفايل الاصلي هو اظني هذا لا مش هذا خلينا ارجع لهون الفايل الاصلي ربما كان في اسطر فاضيه في هذا فيه 124,510 في اسطر فاضيه لحظة شوي بس اشوف الفورس انفو ومش انفو بروبلي بالفايل الثاني ملزقهم ببعض فعشان هيك سبيل تشيكر اوكي ما بنزل شيء اضافي يعني بدنا واحد ننزلون النت طب بروبلي تورجيني يوم الاحد معناته هاو وي كان هلا في طريقه غبيه بس توركس رح انقل الفايل كوكو رح انقل الفايل هذا صح بتضل اثنين كنترول سي عندي انا سيجوين وبقدر استخدم اليونكس طف هون خلينا نمسح الفولدر نيو فولدر كو 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 اوكي هني فتحها اصلا هني فتحها خليني هذا سكره خليني اجي هون في دي كو 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 لسه ما استطعت مشرف عليه سوري رايت كليك بيست هلا نسخهم هلا الاس هاي التنين هون بقول له ديف كوكو مع تي سي استنى اشوف التطبيقات شوف السويت فاليو حطها كلها ورا بعض سطر واحد الاصلي حدا في باله كل واحد على سطر اوكي بس نفس المعلومات هلا ماشين وايز فيش تغير ماشي وايز بس هذا حطه على سطر واحد هذا حطه على كل واحد على سطر اوكي مش هالبيك لا على الاقل هلا عرفنا يعني شو الفروق بيناتهم طيب معناته نفس الفايل عمليا لا يوجد اي اختلاف طيب خلينا نرجع على صاحبنا اوكي هلا ذات سامز لهلا ايزي انه اعمل بارسي مره طلعته على الشاشه مره طلعته على فايل هلا بدي بقول هدف انه بدي العب الفاليوز انا مش عامله لانه بس بدي اطلعه على فايل لانه لو بدي اخذه على فايل كان عملت كوبي وخلص بس في الواقع بدي اخذه من هون
قلت له خذ ماي نوتس اقرا اقرا التاج برودكت و و و اطبع لي اياها على كوكو اوكي خلينا بس اسكر كوكو دوت اكس ام ال انا وي ويل اوفر رايد ات كلوز اوكي طيب هلا شو بدي اقول له بدي اقول له اقرا لي الاتريبيوت اي دي اللي هي عندي بالدوكيمنت بالدوكيمنت بالبرودكت هيو اي دي دي سي بلا 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 وطلع لي اياها شيء مش راح اعمل ولا شيء ولا شيء سبيشال سو باجي هون كلير ورن فبيسكلي راح يبني التري لكل مره وراح ادور لي على التاج اللي اسمه برودكت على الاي دي الاي دي يس هاي لا طلعها مش غير هاي اصلا المفروض اللي مره واحده بس ما هو مش هون الحلاوه خليك معي بس شغله ثانيه الحلو انه بدي اخذ الاكس بال وبدي العب فيها مش زي الترانسفورميشن تبع الاكس اس ال تي ها هاي خلص هلا بدي اقول له بدي اقول له مش انت قريت قريت التاج عملت لك انت فاليو اعملها ست فاليو هالمره بدي اسميها كوكو بابا اوكي بدي اغير اسم البرودكت بدي اغير الاي دي اتريبيوت تبعت تبعت صاحبنا هلا هو طبعا حيرة ما بنفس الشكل بس لما بدي اطلع جوا من اكس ام ال فايل كوكو راح يكتب لكم اياها كوكو بابا اوكي انا غيرت على الاتريبيوت اسمه اي دي لاحظوا هلا تغيير من XML لXML ها فيش شيء سبيشل هاي الفايل الأصلي هاي السطر اللي إحنا غيرنا عليه أوكي اللي راح يتغير عليه وبدي أفتح الفايل الملف اسمه كوكو بس انا حولت لعب الاي دي ورجعت اخذت الاكس ام ال زي ما هي ما غيرت عليها شيء غيرت بس على هذا الاي دي فانتم قيسوا هذا شو بدكم تعملوا بالاي ديز غيرت الاي دي بس انا بقدر اغير اسم التاج برودكت بسويه انا اسم ثاني اوكي يعني بالستاك هون بالضبط بسويه بالستاك لا الستاك كثير على اكس ام ال بتستخرج منه على سي اس في فايل لا بتستخرج ممكن تعمل بتغيير بس سي اس في ترجع تكست ترجع اكس ام ال ممكن نسوي بروسيسنج وزي بتعمل سنتر يس هون انت بتغير وبترجع بتنته بسمبل انستركشن بتقول له سيف سيف فايل انا شو قلت له اياه انت؟ انت شو قلت له اياه؟ غير لي هاي بعدين برنت فايل لانها تري كلها عنده غير عادة برجع بسنتها زي ما هي اوكي سو اتس نايس فحلو هذا الموديولز جاهزة بس بتقول لك يعني طبعا كيف احنا غيرنا بالسيت فاليو في كيف في جيت اليمنت باي تاج نيم في سيت اليمنت اذا ترجعوا على الصفحه الرئيسيه للموديول هذا مش هاي اصلا هيك في هاي هضم في سيت تاج نيم اذا مش عاجبك وهي سيت تاج نيم اوكي إنه إذا بدك تغير اسم التاج نيم بدل مثلاً اسمها برودكت تسميها فتحي يو كان تشينج التاج نيم بعدين ضم بالسيف تو فايل برجع لك اسم ابن خلال إنه ما سينجل شوت فهم؟ أوكي هلا هذا اكس ام ال تو اكس ام ال هلا بعد مرات بدي لزوم إنه بعد مرات بدي أحسب داتا بيز ما بدي أحسب كل شيء بدي بعض المعلومات أستخرجها وأعملها ضم على داتا بيز بصدام البير دي بي اي فهذا الاكزامبل الثاني اللي راح نشوفه انا اسكر هاي دكتور ممكن احط العنف في الفايل اللي انا مش حاطه عليه مش على يعني مش الريزلت على الفايل على نفس الفايل على نفس الفايل بدك تعمل له بس هي مش سيف بالمره انه مش برنت فايل بدل كوكو تعطي نفس الفايل بس ات ويل اوفر رايت
هلا دير بالك هو لما خلق التري صار الفايل عنده اياه بالميموري فاذا دمروا كتفوه ما عندوش مشكله بس انا اي نيفر دو ذات اتس نوت يا زلمه اتس نوت سيف تكون في غلط مثلا في اللي انت عملته وراح الفايل الاصلي فالعاده بحاول احطها بفايل تمبر فايل اوكي واذا لما مش يزبط بروبلي بقدر اغامر انه اكتب تو اوفر رايت بس بشكل عام الاوفر رايتنج از دينجرس اوكي وذكر ديسبوز عشان يروح طيب لا طبعا اخذنا الحاله البسيطه الحاله الثانيه عندي فايل نفس الشيء دون فايل بس الطريقه سكرت على مره كبيره حجمه بهمكم مش يعني 1147 كلها لها حاجات خاصه فيه وبعملي انتم بهمكم بروبلي يمكن نعشرها هون بس المستخدم الجديد اللي جيت اوبت اس تي دي يوتيوب مش بتعطينا على الاوبشنز بس يو هاف تو نو بعالم اليونكس شو بتستخدم باللينكس صح؟ You know what are options يعني مثلا when you encode a script مثلا a script okay you can give it option مثلا dash u إذا تطبع مع dash u يعطيك usage how to use it إذا تقول له dash i خمسة dash p تنين dash n حنا for example تنين هي option لبي الخمسة هي option لاي الحنة هي option لعند هذا كله بيجي إذا بالباكج بالبير اسمه get opt بس أحسن أشرح لكم why we are including that package انتوا إذا أنتوا مش بحاجته أوكي هلا عالم الويندوز ما بيعرف كثير الـ options هذا بس هو بيقصد اليونكس أو لينكس بيدخل الـ options شوت داون ماينس اس ماينس دي 5 بس يعني نادر يستخدم باللينكس هذا البيس اوف كيك للجميع بعالم الويندوز مش كثير بيستخدم الاوبشنز يعني حتى نادر يستخدم اوكي سو نفس الشيء اي ديفاين ماي بارسر نيو بارسر دون بارسر اوكي هلا كثير شغلات هون خاصه فيه يمكن كثير ما بتهمكم انتم بهمكم بس من اللحظه اللي بعمل فيها البارس على الفايل مثلا احد الشغلات انه في بعض اعمل جريب الجريب هي كوماند على اليونكس شوفوا بالبيرد برضه لما نزل البيرد بالاساس نزل مع لينكس مع لينكس ما نزل مع الويندوز فالجريب هي كوماند باللينكس اوكي تو سيرش فور سمثينج هون انا بدور على بس الاكس ام فايلز من اي فولدر حضر في كثير ملفات انا بس بدي الاقي الاكس ام فايلز فهذا السبب الحلو الموجوده بالبيرد لازم تعمل بالسي بروبلي بدك تعمل كثير كود لكن هون بتكون جاهز. أنا بدي أحط أدور على البارس فايل. وين البارس فايل؟ من هون بدي أجيب لكم الكود. طبعا كله رح أنظفه هذا رح أجيب لكم منظف أنا بس حاطه. أوه بس البارس فايل. وين فوق؟ لا هي فور إيه شلون اللي بعمل البارس؟ أوبن هاي البارس فايل. عشان انا عامل لوب انا كنت اخذ على مجموعه فايلات مش عامل على فايل واحد بدخلهم بالدايركتري هو بروح بنقي بس اكس ام ال فايل بعمل لوب عليهم انا ما بهمكم كثير فكنت اعمل باس فايل هون بهمكم انتم بعطيه اسم الدايركتري كونكاتينيشن مع اسم الملف اوكي عشان يعمل لي باس هلا بلا ما تذكروا بلا ما اعمل باس فايل التري عندك في النمل خلص هلا اذا ملفك كبير اكس ام ال وضعك صعب لأن إذا على جهازك بخطة طويل أوكي فيحب إذا فعلت في على سيرفر في علي رام رمشي شو كيف بتعامل معه مثلا تذكروا شو بدأ شغلتين قبل شوي اللي قد إيمان باي تاكين شفناه إنه جيب لي كل الإلمنتس اللي اسمهم هدر أوكي شوف لي طولهم أوكي أنا كان إذا طوله بسفك عليك مش مفروض الإلمنت فكنت اقول اوه في مشكله اطبع مشكله والاكسد في عالم البيرل في اكسد بس في فانكشن احلى اسمه داي داي يموت داي بيعطي اسم الايرور اوكي فهو بيطلع بيعطيك مكتوب لك على الستاندرد اوتبوت او الستاندرد ايرور مكتوب لك المسج تاعك
So it's nice to use. Okay. هلا اوكي بعدين كنت اقول له نفس الشيء. هلا اللي بهمكم تعرفوا انه لما بتقول له get element by tag name جيب لك كل التاج نيمز كأري و to access them نستخدم لازم variable tester nodes. اوكي لما points to them هذا يكون list فيها كل هذا. فالالمنت الاولاني هو points to item 0. So item 0 هو اول مره لها الهدر تستر انفو. Item 1 ثاني مرة، Item 2 ثالث مرة، and so on. Okay؟ فكيف تعرف عددهم من الجتلين؟ تعرف عددهم من الجتلين. Okay؟ فكلها مثل جاهزة، you just need to use. هلا أنا جبتهم probably بدي أجيبهم لأنه بدي أرحيهم، بهمونيش، بديش أنا أطبعهم، أو بدي أجيبهم لأنه بدي ألعب مثلا بالIDs تبعهم، أو بالAttributes، أغير الAttribute قبل ما أعمل dump للفايل كمان مرة بXML، أو قبل ما أعمل له dump ك أنا هون كنت أجيب كلمة الألمات الأولاني It's for my special need يعني Don't take it as أنه كل مرة هي فكنت أجيب الألمات الأولاني وكنت أقول أوكي الألمات الأولاني جيب لي الأتريبيوت الأسبوع آي دي وجيت فاليو لاحظوا بس شفتوا قبل مرة قبل شوي لما جبتها على مرحلتين بس كنت أجيبها على مرحلة واحدة ذكروا بالتست دون كنت أقول له لون جت أتريبيوت آي دي بعدها تقول جت فاليو بس هي بقدر أجيبها كمان مرة جت فاليو ما فيش مشكلة إنه أعملها هيك هذا اللي شفته بالإكزامبل اللي بيني فشوف نفس الشيء بس هون سطرين هذا سطر واحد صار عندي كثير ملفات مفتوحة صار الواحد بده يعرف. anyway كنت اجيب اللي هون الشيء مثل البرودكت طبعا فيش شيء للاسف انا لاقي لمرة واحدة فكنت انا افحص انه بيجيني له طول بمعنى انه على الاقل مذكور لمرة واحدة وكنت اقول اذا مش مذكور واذا مذكور اكثر من مرة كنت اعمل له المسج لانه بطبيعة العمل كانت تستطيع يكون عندي بس البرودكت واحد. اوكي؟ طيب هلا انا بدي امشي كمان مره شباب لازم بقول النيو بعدين بخلق هذا الدوكيمنت بعدين بعمل فاليبل مش عارف ليش كتبت فيه كرييت اكس ام ال ديكلاريشن ذكروا كل الاكس ام ال مش بكون على راسها في وحده مفتوحه هاي لا هي مش اكس ام ال بدي وحده اكس ام ال هاي شايفين فوق هاي بسموها ديكلاريشن أخذناها بأول حصة. هلا أنت عشان تخلقها عشان أنت ما تكتبها بإيدك في فيلدز في فيلد وضح الملف مشكلة لما بيكتروا الفايلات بس كل مرة بضل أفتحه عشان أفتحه شو أكتب بس برجع لي ترجع لي أوكي سو كرييت إكس إم إل ديكلاريشن ميثود بخلق لك الأكبر وبحط لك هدول بين أوس أوكي بعدين بقول له create document type اخليه لي document الروت تبعها يكون اسمه test result notification اوكي وحط لي بس دي فايل موقفة انا عشان هيك ما اشتغلش ولازم تحترم دي فايل تاني اللي اسمه موجود فوق اوكي هلا ناقص هلا بدي احلق له لا هلا الشجره مش موجوده انا بدي احلقها أنا حطيت الروت إليمنت هلا بقول له اخلق ولد ها شو قال له؟ كريت إليمنت سميه تست ريزلت وخليه ابن هذا ابن تشايلد يعني ديف تشايلد هذا كان اسمه تست ريزلت نوتيفيكيشن أنا سوري اخلقه وهو تابع للروت، الروت بتكون هي الدوكيمنت لا المفروض اكشولي كانت هي اسم الدوكيمنت اللي هي ايش سميتها انا؟ تست نوتيفيكيشن لا بس مش اسم الدوكيمنت لسه ما اعتبرش اسم اكشولي كرييت دوكيمنت تايب هذا التايب هذا بس لسه في دوكيمنت فاضيه
الطارق تبع فيها اللي هو اسمه تست نوتيفيكيشن، وابنها بيكون تست نوتيفيكيشن ميثود. اوكي، فهي اول نوت اكشلي. هاي انا ابن تشايلد على روت، هاي خلقت اول واحد. بعدين كتبت كومنت دوت كريت كومنت ميثود building XML file from DOM file generated by script. It's a script اللي هو اسمه هيو الاسم. Okay. عشان الأول في اليوز الأول ما يفتحه إنه هذا XML خلق أوتوماتيكلي ولا بأخلقه بإيدي عشان يعرف from where to get it. أنت ممكن تحط كمان معلومات إضافية كيف انخلق تاريخ and so on. Okay. And how to run the script إذا بدك عشان تشتغل. Okay. أضيف هالإلمنت هاي as a child للروت. هلا كل أولاد الروت رح يجي. اوكي، مش كل اولاد الروت، في اولاد الاولاد هلا رح يجي. اوكي، بعدين اخلق element اسمه from role، يعني اخلق كمان نون اسمه from role. اه مين ابوها؟ لحظه، لما خلقت انا بخلقها من غير السهم بس خلقها حاف. بعدين لما بقول له اخلقها، بعدين لما بقول له مين ابوها، هي لما بقول له append child بعرف لحظه بس كمان مره اشوف وين عملت الابند شايل كرييت اليمنت. هلا سوري بعثت له من الدوك، والدوك هي روت. اوكي، لما انا اوريدي خالف السهم هذا اسمه فروم رول. اوكي، بعدين فروم رول اخلق كمان اليمنت اسمه بارت رول، كمان اليمنت. اوكي، واخلق كمان اليمنت ترانسفورميشن. اوكي، واخلق كمان element global مش عارف ايش. اوكي، واخلق element مفيش مشكله، كلهم اولاد مين؟ اولاد الاصليه. اوكي، اخلق element بعدين text، اخلق لحظه، هلا هون create element، هون create text node. هلا بدي اعطي اسم create text node فاضي، ما تعطي اسم. بعدين التكست هذا تكون ابن مين؟ الفري فور، فري فور تكست، الفري فور تكست قبل التطريق هيها. اوكي، معناته هذه بدي اعطيها اسم، اولها فاضي، اولها بعطيها اسم فاضي. بس مش الفري فروم تكست، هي مين؟ الفري فروم تكست نقول هاي فري فور تكست. هذا دي بالك الفري فروم تكست ده اسم الاليمنت وليس محتواها. بدي اخلي اليمنت فاضي وبدي اخلي احط محتواها دولار ساين تكست. دولار ساين تكست هي اللي هي فاضي، بعدين ممكن ربما ارجع اعفيها اعطيها قيمه. اوكي، انيويز ضل احنا ايش هذا الاسلوب؟ تخلق اولاد واولاد الاولاد واولاد الاحفاد نتصور، بضل ماشي بهذا الاسلوب. طبعا في اللي كان كرييت فور لوبس، مش كل مره تخلق انت واحد واحد، فمرات تصل لنون في لها 50 ولد بتعمل الفور لوب، يخلق مع اتريبيوتس كل مره اخلق اللي فور لوب، فيو كان دو ات خصوصا مره واحده. انا هون هلا فيش فور لوبس بس بروبلي اف يو سكرول داون ايش الفانكشن بس عشان نعمل اتريبيوت عشان تخلقهم هدول ابن شارت. هذا كله بتلاقيه اذا جيت على نعمل اتريبيوت تعمل ست للاتريبيوت، ست اتريبيوت اكشلي. اذا جيت للدوم في دوم في منه element، في منه شو اسمه موديول element، هو بينزل مع الدوم. فانت دوم وريح في له get attribute وست اتريبيوت. فانت بتخلق الاتريبيوت بعد ست اكشلي اتس جود ثينك انك فتحت الموضوع، لاني هلا بدي اخذك على محل فيو كنترول اف ست اتريبيوت. هيدا بعمل لك كومنت فور سم ريزن، بس هي كل مره هقول له للتشايلد في فاريبل اسمه تشايلد سبونت تو ست اتريبيوت، كنت اعطي اسم الاتريبيوت والقيمه تبعته عشان يحفظها. هلا الجود نيوز اباوت ات إن هذا طريقة طويلة لما تعمل XML، بس لما تخلقه بدك تشيك على DDD، تشيك إنه it respects DDD. بس actually ما اشتغلش مع DDD، ف بدتني
look for to make it run and compile it. فهذه كله بالelement هون set element وremove attribute get attribute node set attribute node remove attribute node set tag name okay. هلا anyways أنا اللي بهمني من كل هذا إني بدي أرجع back للدوم وبدي أدور على DTD بقول له XML صديق فارس BTD okay. هلا هذه راح تكون مش نازلة راح تقول له بس أعرف شو اسم الباكيت بس هو حاولت امبارح ال XML فارس BTD مرة ما زبطش so let me investigate كمان بس أهم إشي إنك لما تكون حاطط تايوز ال BTD شوف عندك مجموعة من الميثودز اللي تشيك لك بالاكسب اللي انت خلقتها كونفورم للدي دي دي اوكي زي مثلا بتجيبهم عندك مثلا الجيت دوكيمنت تاكس بتجيب كل الاليمنتس ادر ديس الاو بتعطيه مثلا اسم التاج بتقول له هل الاتريبيوت صار الاو ولا لا بتجيب لك كل تاج بس الاتريبيوت بتقول له ادر الاو برجع لك كاتب يا فورس فإذا فورست طوالت تطلع بتقول له لا في عندي مشكلة أنا الباص اللي عملته غلط يبدو معلوماتي ناقصة اللي بالتكست فايل is empty is any is define كل هذه التشيك ميثودز الموجودة تحت باص دي دي بس كمان مرة لما اشتغلش على الويندوز فإذا كبر على لينكس أجيب على الويندوز أشوف شو بيطلع معي كيف حلوة هلا أوكي أنا بعرف المعلومات خطرت الممل لكن أنت هدفك تذكره يرجع باص تبا شو الهدف اللي أصله أنا عندي XML files بدي العب فيها اللعبة إذا إشتغلت بسيطة بقدر من XSLP أطلع منها اللي بدي إياه وأعمل ترانسفورميشن بس تذكروا إنه XSLP mostly بيحول من XML file لإشي فيجوال عشان أنا أشوفه بس ماشين وايز doesn't care إذا بدك تلعب بال XML تحولها من XML ل XML أو من XML ل text أو من text ل XML وتشيك عليها انت بحاجه لل المودولز هذه اوكي تعرفوا ماشي دي ون ستوب هير انا حاطط شويه على الاكسبيرت بس بروبلي تسوي تنيت بريك هلا انا نجيتي راح بعطيكم التالي بعطيكم بروجكت ميني بروجكت على اساس ال بي ميني بروجكت بعث لك انا اكسل دوكيمنت وهقول لك ابني لي XSLT سكريبت اللي يحول الاوتبوت يطلع بهذا الشكل اوكي هي بس حمايه يعتبروها اوكي وهذا كل واحد بعمله انديفيدجوالي وبعطيكم نوتس عليه هذا نوتس بسيط لانه اللي حكون بسيط اوكي وبجي ال ال الفيرسس راح ابعث لكم السكريبت اللي عندي اسم اللي عندي ودوكيمنت اون هاو تو ران اند وات تو انستول مين؟ إذا اشتغل عندكم آخر واحد الدوم بدكم مني أشغل الطرف دي دي أحاول أكمله على الموضوع أشوف what's not going right أكمله إذا نجحت إذا ما نجحت أطلع في الإيمان خلاص you know that we can do it and so at one point we will be able to do it بس now for some reason مش معمول الكومباليشن بحاول أعمله إذا نجحت ببعث لكم instructions of how to put it and how to use it بدكم مني الدوم كيف احول من دوم لدوم يا ربي من XML ل XML بالدوم من XML ل CSV بالدوم من CSV ل XML بالدوم اوكي وكيف العب واغير وبعطيكم بعد البروجكت بروبلي على الدوم انا بعطيك XML فايل بدي اطلب منك تعمل شويه تحويلات عليها تغيرها تشقلبها اوكي فيش تقول ميثودز جاهزه اوكي في شيء ثاني بدكم مني للمره الجايه اوكي بعدين المرة الحصة القادمة اللي هي السبت القادم أو اللي وراء راح نحكي عن الإكسبرت اللي هي بدنا نعمل سيرش بالمضخمة زي الأسكال ستيتمنت أوكي بس بسيطة بعدين إكس كويري اللي هي الأدفانس إكسبرت إت يوزز إكسبرت تو دو أسكال ستيتمنت عشان ندور جوات 1 جيجا دوكيمنت تطلع معلومة معينة زي الأسكال ستيتمنت أوكي
وبعدين بعطيكم بروجكت وبقولكم يلا روحوا واجتوا مصطفى ورجعوا لي باخر الفصل وناقشوا معي المشروع وخذوا علامه فاضطروا مصطفى وهذا بده يجي اوكي. بس كمان مره يا شباب بدي افرض نظركم اذا البعض تنطنوا اوريدي للدبليو 3 سكولز المضبوط موسوعه جميله جدا من كثير شغلات حلوه اللي حابب اتعلم على XML هيو عدد دي هيو XML دوم هيو SSLT هيو إكسبرت هيو XML هيو فانا اروح احسن لي لانه عملية بتعيشه من غير everything you need is there. انا وظيفتي بس ما تقول اعطيكم معلومات ما تبدو من الصفر عشان تبدو من step one that's it. لا هذا هون شرح عن الدوز السيبان موجودين الموديولز اوكي والموديولز البيرف اذا بدك موديولز الجافا هذا موجود بالمحل اللي بعرف شو هو اوكي بس انا شفت على الجافا موجود شفت بيرف بارف على الجافا برضه فري اوكي بتعمل على الاكسل اه بكل اريحيه سو اوكي ماشي وراح ابعث لكم مجهدي دوكيمنت على دي في دي عشان تقروها بس كمان مره يا شباب ما هو انا ضل ابعث وضل ريتاج ينتفخ على الفاضي از يوسلس يو نيد تو ريد اوكي بعرف كلكم ابيات وامهات ومضغوطين ومشغولين بس بدك بس تنام وسهران صغار بدك يعني تلاقي لك شويه وقت ما عندكش حل ثاني اذروايز يو دو نثينغ اوكي شباب يعطيكم العافيه ونراكم السبت يا القادم يا اللي وراكم